بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نختم بسؤال ثالث، سؤال جميل أحسن الله إليك. ما حكم من يقول مدد يا علي مدد يا حسين؟ هذا شرك أكبر ظاهر، هذا شرك أكبر ظاهر، إنه طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا. هذا شرك أصلا في الربوبية، لأنه ما طلب منه المدد إلا لأنه يعتقد أنه متمكن، وانبنى عليه الشرك في الإلهية، ولذلك رجاه تعلق به. سؤال الميت شرك أكبر، سؤال المخلوق الحي ما لا يقدر عليه إلا الخالق جل وعلا هذا شرك أكبر. كل وجل ما يحتج بهؤلاء إما أحاديث موضوعة أو شاذة في سندها علل خفية معرفة كذب الناس، أو رؤى منامية ينسبونه إلى مقدميهم وشيوخهم، ما لهم حجة لا من القرآن العظيم المحكم ولا من السنة النبوية الصحيحة الصريحة ولا من كلام السلف الصالح. ما توهم فيه وتوهم فيه أحد زمن القرون المفضلة أو غيره رد عليه ويد شر، ما لهم حجة أبدا. هؤلاء لما تركوا الحق عمدا واتبعوا الهوى من لا يجوز اتباعه عمدا وقصدا وكلهم الله إلى أنفسهم فضلوا هم وأضلوا غيرهم، مثل ما قلت لكم أن اللي يحتفلون بالمولد أضلهم الله عز وجل كما أضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة، صاروا يحتفلون بيوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما عندهم دليل قطعي يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يوم موت معلوم ثابت، لذلك صاروا يحتفلون بيوم موته كأنهم فرحون بموته وانقطاع الوحي من السماء. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما زار أم أيمن ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بكت أم أيمن، قال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله تعالى خير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجته مع البكاء وبكى. المصيبة هي انقطاع الوحي، أعظم مصيبة بشرية هي مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يصاب بفقد غال عليه وعزيز عليه وكريم عليه من ولي أمر عام أو عالم جعل الله له الإمامة في الدين أو قريب خاص به أو غير ذلك له أسوة، موقف الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. الله يحسن إليكم. الله يحسن إليكم. الله وإياكم. المهم الإنسان لا بد له من الأيام من لقاء الله عز وجل، فلينظر على أي حال يلقى الله تعالى، لا يلقى الله على الوهم والظن الخاطئ أو على البدعة أو على اتباع الهوى أو اتباع شياطين الجن والإنس من يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مسؤول عن نفسه في قبره، ولا عند أحد يلقنه الحجة ولا أحد يدفع عنه العذاب، فيبقى في لحده وحده ويواجه ما في اللحد، يبعث يوم القيامة وحده ويقف بين يدي الله تعالى وحده ويسأل عن أمله وحده، تشهد عليه إن لم يصدق في كلامه تشهد عليه جلده وجوارحه وحواسه. يتقي الله العبد ربه في هذا الأمر ويعلم هؤلاء لن ينفعه، من تقدم ومن عاصر ومن تأخر وكذا، لا يغتر غادر الدنيا على الوهم والضلال. نعم. يسأل عن أئمة أهل السنة ويقرأ كتب الأموات منهم العصر وينظر في كلام الأحياء وينقل عنه ويشاع عنه وسائل التواصل الموثوقة. بارك الله فيك. بارك الله فيك.